خليني أبدأ بداية ليست تقليدية على ما يبدو. المغرب لأول مرة تتخلف بهدف، أول مرة، دائما كانوا متعادلين أو متقدمين. بكل تأكيد، يعني اليوم المباراة يعني كانت مباراة ندية من الفريقين، حذر كثير في وسط الملعب، مناولات يعني كثيرة بين الفريقين المنتخبين في وسط الملعب، تصل المناولات من 12 إلى 13 إلى 10، وتنقطع الكرة بين الحالتين، يعني حالة المنتخب الفرنسي وحالة المنتخب المغربي. ولكن يعني ما شاهدنا كرات يعني تلعب بهذا العدد في منطقة الخصم الآخر، يعني إذا الكرة استحوذت عند الفرنسيين ما نقدر نوصل بكرات عدد مناولات، لكن بدأت متعة كرة القدم بين الفريقين في وسط الملعب وتنتقل إلى الهجوم السريع، وهذا ما يدل على الفريق الفرنسي بتسجيل الهدف يعني كرة بهجمة من 6 مناولات وانتهت بهدف الفريق الفرنسي. نعم، قبل أن أنتقل إلى تقرير عن المنتخبين وأدائهما في المونديال، أريد انطباع أول، يعني كابتن فيصل انطاني صورة عن الأداء في الشوط الأول، أريد انطباعك الأول. المنتخب لأول مرة تتأخر بهدف، هل لهذا انعكاس؟ أكيد أستاذ حسين، يعني لو إحنا المعطيات اللي دائما نسولف بها إنه دائما الأفضلية تكون دائما وفق المعطيات من خلال المباريات السابقة، الأرجحية الأفضلية تكون نسبية إلى فريق المنتخب الفرنسي، وهذا ما شاهدناه من خلال الشوط الأول، رغم إنه الفريق يعني كل مباراة حسابات، وأنا أعتقد الرقراقي عامل حسابات لهذا إنه يلعب دور نصف النهائي أمام فريق قوة هجومية ضاربة، لذلك حتى الأسلوب اليوم نشاهده الأسلوب الدفاع المنضبط اللي كنا نشيد به لدى المنتخب المغربي اليوم عززه بالدفاع أكثر. يعني كان يلعب 4، اليوم شاهدنا اليوم لعب 5 مدافعين، نعم 5-4-1 اللي هو النصيري بالأمام والخمس مدافعين.